الدرس بتاعنا الباب التاسع اللي هي المشاكل الصحية الشائعة بالمجتمع، اللي أول حاجة فيها هنتكلم على الأمراض المعدية. هي في منها الأمراض المعدية والأمراض المزمنة والأمراض الوراثية والأمراض المنقولة جنسيا. هناخد أول حاجة عندنا اللي هي الأمراض المعدية. تعريف الأمراض المعدية، بنقول إن هي أمراض بتنتج عن العدوى بكائنات حية أو فيروسات أو بكتيريا، وبتسمى الأمراض السارية. ليه؟ لأنها بتنتقل من شخص لآخر، عشان كده هي مستمرة، عشان كده بقول عليها إن هي سارية، يعني ملهاش آخر، وأحيانا من الحيوان إلى الإنسان. طيب هنتكلم على إجراءات العزل في الأمراض المعدية. في أمراض واجب العزل فيها زي الطاعون، الكوليرا، الحمى الصفراء، الجمرة الخبيثة، التيفوس، الحمى الرجعية، والمرض اللي احنا يعني فيه حاليا اللي هو زي الكورونا، اللي هي طبعا وباء دلوقتي. في أمراض يجوز بها العزل زي الحمى الشوكية، الحمى التيفودية، الدفتيريا، الحمى التموجية، التهاب المادة السنجابية الحادة اللي هي في المخ، الالتهاب الكبدي المعدي، التهاب المخ الحاد، الدرن، الحمى القزمية، مرض الكلب، الجزام. في أمراض بقى بترك فيها للمريض حرية اختيار مكان العزل زي التسمم الغذائي الميكروبي، الحصبة والحصبة الألماني، السعال الديكي، النكاف، كمان النكاف الوبائي طبعا، الملاريا، الالتهاب الرئوي الحاد، التيتانوس، الجديري الكاذب، الانفلونزا، حمى النفاس، الدوزنتريا الباسيليه والاميبيه، حمى الدنج، الحمره والفيلاريا. ايه هي اهم اجراءات الوقايه لمنع حدوث وانتشار الامراض المعديه؟ طبعا التطعيمات دي اول حاجه عندنا، ان احنا بندي تطعيمات فدي بتقينا من بعض الامراض الكثيره. الاهتمام طبعا بصحه البيئه، مكافحه الحشرات زي الذباب والناموس والفئران والبراغيث والصراصير والبق والأمن، لان دي برضو مصدر لنقل الامراض. تطبيق التشريعات الصحيه، بعمل تثقيف لافراد المجتمع بالثقافه الصحيه. طيب ايه هي اجراءات مكافحه الامراض المعديه؟ اول حاجه لازم اكتشاف مبكر لاي مرض معدي، وبعد ما اكتشفه لازم ابلغ الهيئات الصحيه المسؤوله. بتيجي تعمل عزل وتبتدي تعالج، لو في تطعيم بتدي تطعيم. كمان مراقبه المخالطين وتطعيمهم اذا لزم الامر. البحث عن منشا العدوى دي جايه منين، من اني حته ودخلت ازاي. اجراءات خاصه في بعض الاحيان او في بعض الامراض، عدم خروج المريض من مكان العزل الا بعد التاكد من سلبيه العينات، يعني ما يخرجش من مكان العزل الا اذا كانت العينه بتاعته جات سلبيه. التطهير النهائي والتطهير المصاحب لادوات وامتعه المريض اللي هو كان في مكان العزل، البحث عن مصدر العدوى برضو، الاهتمام بصحه البيئه، اتباع اجراءات التحكم في العدوى لمرضى العزل، نقع اغطيه وفرش المريض في محلول مطهر قبل الغسيل. كمان قياس العلامات الحيويه وفحص البطن جيدا. ليه بقول فحص البطن جيدا؟ لملاحظه الانتفاخ والتبليغ فورا للطبيب في حاله حدوث التغيرات اللي هي ممكن تنذر ان حصل انسقاب في الامعاء او نزيف او هبوط في القلب. كمان قياس العلامات الحيويه وفحص البطن جيدا. في الامراض الطفيليه بيشرح للمريض وعائلته ايه هو الحاجات اللي ممكن تضرنا او تضر عيلته، مصدر العدوى والاضرار الصحيه اللي بتسببها الجسم الانسان. في بعد كده كمان بشرح المريض اهميه اخذ العلاج كما وصف له حسب المده المقرره، الاهتمام بالنظافه الشخصيه وغسل الايدي جيدا مع تقليم الاظافر. كده خلصنا اجراءات مكافحه الامراض المعديه. هنتكلم على مراقبه الاغذيه. انشطه مراقبه الاغذيه ايه هي؟ طبعا لازم اطبق القوانين الخاصه بقمع الغش، دي حاجه مهمه جدا. القرار الخاص بالمواد الحافظه وبالالوان المضافه للاغذيه، عشان الحاجات دي مهمه جدا لصحه الانسان. تطبيق التشريع الخاص بالرقابه على باعه اطعمه الشوارع،
رقابة المنافذ لمنع دخول أغذية غير مطابقة للمواصفات القياسية، رقابة مصانع الأغذية برضو علشان أتأكد إن هما بيشتغلوا بالمواصفات القياسية، رقابة مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، الرقابة الدورية على الأسواق وأماكن بيع وتداول الأغذية النية والمطهية والمعلبة عشان ضمان سلامة التخزين والعرض والتقديم وأخذ عينات للفحص المعملي، القيام بالفحوص الطبية والمعملية واتخاذ إجراءات لازمة علشان الناس اللي هم بيشتغلوا في المجالات الأغذية والحاجات دي لازم يستخرج لهم شهادات صحية. تمام، يبقى القيام بالفحوص الطبية والمعملية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الشهادات الصحية للمشتغلين بتداول الأغذية، اتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث حالات تسمم غذائي، عند ثبوت غش أو فساد بيحرر محضر ضد صاحب البضاعة. هنتكلم بعد كده على برنامج مكافحة الدرن. بعتبر مرض الدرن ده هو تاني أهم مشكلة صحية في مصر بعد البلهارسيا، لذلك بيتم علاج الدرن من خلال برنامج قومي لمكافحة الدرن وبيشرف على تنفيذه الإدارة العامة للأمراض الصدرية. إيه هي أهداف البرنامج القومي لمكافحة أمراض الدرن؟ أهم حاجة أنا عايز أحد من انتشاره في المجتمع، يبقى الحد من انتشار مرض الدرن في المجتمع إن أنا أكتشف أكبر عدد من الحالات الدرنية الإيجابية، الدرنية اللي هي عندها درن ولما بحللها بتديني، أما باخد منها عينة وأعملها في المختبر بتديني إيجابي. بيتم علاج الحالات دي بالأدوية المضادة للدرن، ويجب أن يؤخذ العلاج بانتظام وبالجرعات الصحيحة والمدة المقررة زي الطبيب ما وصفها بالظبط علشان أرفع نسبة الشفاء ل 85% من الحالات اللي أنا اكتشفتها. منع حدوث المضاعفات الخطيرة لمرض الدرن في الأطفال. ليه؟ عشان أنا المفروض إن أنا بطعم الأطفال عندي، لو إحنا رجعنا لجدول التطعيم بتاعنا بتاع سنة أولى هنلاقي عندنا الطفل أول ما يتولد بياخد جرعة أول يوم اللي هي جرعة البي سي جي اللي هي ضد مرض الدرن. يبقى تطعيم أكبر عدد من الأطفال بلقاح البي سي جي عند الولادة وجرعة منشطة عند دخول الصف الأول الابتدائي. طيب اكتشاف حالات الدرن بكتشفها ازاي؟ بلاقي في عنده سعال لمدة تزيد عن اسبوعين، ارتفاع في درجة حرارة الجسم، عرق بالليل، نقص الوزن، ضعف عام وارهاق لأقل مجهود، مخالطة لمريض درن بالعائلة، عندي مريض درن ومخالطة ليه، فكل ده لازم يتحط تحت الميكروسكوب. بحول المريض لأقرب مستوصف للأمراض الصدرية مع توضيح الآتي: مرض الدرن قابل للشفاء إذا أنا عالجته علاج صح، الأعراض بتتحسن بسرعة بعد فترة قصيرة من بدء العلاج والانتظام فيه، وبيصبح المريض قادر على ممارسة أنشطته الاجتماعية. يمكن علاج مرض الدرن بالمستشفى أو ممكن العلاج بتاعه في المنزل. علاج مرض الدرن بيصرف بالمجان من وحدات الأمراض الصدرية. علاج مرض الدرن إيه بقى؟ مرحلة العلاج الابتدائي، مرحلة العلاج الابتدائي بسميها مرحلة مكثفة، ودي مدتها شهرين وبتتم في المستشفى أو في المستوصف بتاع الأمراض الصدرية، الأماكن اللي هي متخصصة للأمراض الصدرية. وفي علاج منزلي اللي هو بسميه نظام علاج قياسي أو نظام العلاج القياسي. في بعد كده مرحلة العلاج التكميلي ودي مدتها 6 شهور، وفي نظام العلاج القصير أو 10 أشهر في نظام العلاج القياسي. إذا كان المريض بيعالج بالنظام المنزلي عادة بتجيل علاج شهري من المستوصف، وبيتضمن العلاج بتاعه حقن ستريبتومايسين، بياخد حقنة يوميا. عند تخلف المريض عن أخذ علاجه الطبيب بيكلف فريق من المستوصف إنه هو يتصل بالمريض ويحسه على العودة ثانيا لاستكمال العلاج بانتظام، لأن أهم حاجة في علاج مرض الدرن إن أنا أخد الكورس كامل وبانتظام. لا يجب على المريض أن يوقف العلاج حتى إذا شعر بتحسن واختفاء الأعراض المرضية إلا بأمر من الطبيب المعالج. نيجي بقى برنامج العلاج المنزلي للدرن. إيه هو برنامج العلاج المنزلي للدرن؟ بيجب على الممرضة تثقيف أفراد الأسرة على الآتي: عزل المريض عن باقي أفراد الأسرة، حطه في أوضة لوحده، منع الزيارة لتجنب انتشار العدوى، العناية بنظافة الفم والأنف مع توفير الراحة الكاملة والتامة،
أهمية تكامل الوجبات الغذائية كما وكيفا، لأنه مهم قوي في علاج الضرر إن هو يكون بياكل كويس. يعطى العلاج كاملا حسب إرشادات الطبيب. تستمر الممرضة في الزيارات المنزلية والمتابعة حتى الشفاء التام. كده خلصنا مرض الضرر. هنتكلم على مكافحة الأمراض المتوطنة، ودي بترتفع معدلات انتشار أمراض الطفيليات المعوية في مناطق كثيرة خاصة المناطق الحارة. بالرغم من إن معدلات الوفاة بسبب الأمراض دي منخفضة، إلا إن المضاعفات بتاعتها بتسبب مشكلات صحية واجتماعية هامة، زي الإسهال وزي فقر الدم وزي نقص معدل النمو وضعف القدرة على العمل. ومن أهم الأمراض دي عايز أقول اللي بتتوطن في مصر، اللي هي البلهارسيا، الفاشيولا، الهيتروفيس، النيماتودا، الديدان المدورة زي الديدان السيستودا، البروتوزوا، حاجات كتيرة، كل الحاجات الطفيلية. نيجي بقى نتكلم على سياسة الوزارة في مكافحة الأمراض الطفيلية. بتعمل فحص وعلاج للطلاب عن طرق نظام التغطية الشاملة اللي هو زي التأمين الصحي. خلاص، تاني حاجة عندنا يتم تنفيذ العلاج الجامعي في القرى والنجوع اللي هي بترتفع بيها نسبة انتشار البلهارسيا طبعا، لأن فيها الطلاب مثلا أو الأولاد بينزلوا الترعة فبيجي لهم بلهارسيا عن طريق العوم في الترعة أو السباحة في الترعة. بعمل نشر وعي صحي بين المواطنين، ودي حاجة مهمة جدا طبعا، بالوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، إذا كنت هقولها لهم في راديو، إذا كنت هحطها لهم في تلفزيون، إذا كنت هعمل لهم ورق ووزعه عليهم. مكافحة العائل الوسيط. إيه هو العائل الوسيط ده؟ اللي هو الناقل للمرض زي القوقع، الناقل للمرض زي القواقع الناقلة لمرض البلهارسيا والفاشيولا والهيتروفيس. بعمل إصحاح للبيئة، وده بحطه ضمن خطة قومية بتتبناها الحكومة لمشروعات توفير المياه الصالحة للاستعمال الآدمي ومشروعات الصرف الصحي. إجراء البحوث اللي هي بتهدف إلى تطوير المعلومات ووسائل الاكتشاف والتشخيص والوقاية من المرض طبعا، والعلاج بالتعاون مع المؤسسات البحثية. إجراء البحوث اللي بتهدف لتطوير المعلومات. بعد كده بتؤخذ بقى أقراص البرازوكونتيل في علاج البلهارسيا، ودي بيتناولها بنوعيها طبعا حسب الوزن بحد أقصى 4 أقراص، ويجب بلع الكورس كاملا بعد تناول الإفطار أو الغذاء. فحص المريض بعد 3 شهور من تاريخ تناول العلاج بتاعه، وإذا كانت نتيجة الفحص إيجابي للبلاريسيا بديله جرعة تانية برضو حسب الوزن. بيؤجل العلاج في حالات الحمل وحالات الإصابة بالأمراض المعدية الحادة، ولا يوجد حتى الآن موانع للعلاج بهذا الدواء. إيه هو برنامج ناقلات وطرق مكافحة الأمراض المتوطنة؟ زي بيقول إن هو بيعتبر البعوض من أكتر أنواع الحشرات ذات الأهمية الطبية انتشارا، لأن هي بتقوم بامتصاص الدم وقادرة على نقل بعض الأمراض زي الملاريا والحمى الصفراء، حمى الدنج، الفلاريا وبعض الأمراض الأخرى. طرق مكافحة ناقلات الأمراض اللي هي زي البعوض عن طريق طبعا ردم البرك والمستنقعات ورش اليرقات بالمبيدات، وضع سلك على الفتحات المنزلية زي الشبابيك، الأبواب، أعمل ناموسيات على السراير أو على الأطفال في حالة ذبابة الرمل، بسد الشقوق الموجودة بالحوائط ورفع المخلفات والقمامة حتى لا تتوفر أماكن لتوالد الحشرات. طبعا النظافة ثم النظافة باستمرار، وإزالة أسباب وجود الحشرات. شكرا.